مرحبا، معكم علي النبهان. بهذا المقطع الفيديو حابب أخبركم أنه المنحة التركية مبارحة كان آخر يوم للتقديم عليها، ولكن إدارة المنحة التركية مددت التسجيل لتاريخ اليوم للساعة 12 مساء بتوقيت تركيا. يعني لما ندخل على أبليكيشن التسجيل، سابقا كان بيكتبنا هون 20 إشباط، اليوم صار يظهر بسيستم التقديم ل 21 إشباط، لهيك سارعوا كتير بعملية التقديم. بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق. شرح كيفية التسجيل في المنحة لكافة المراحل رح يكون أسفل هذا المقطع الفيديو مع روابط التسجيل. كان معكم علي النبهان. قبل ما تطلع المقطع الفيديو، طلب كتير صغير: إذا عجبك المحتوى عطي لايك للمقطع الفيديو، إذا ما عجبك المحتوى عطي ديسلايك، وإذا عجبك المحتوى كمان كتبنا كومنت كتير، إذا ما عجبك المحتوى كتبنا كومنت وانتقدنا فيه، ما في إشكالية لحتى نحن نحاول نحسن المحتوى. وآخر ملاحظة طبعا، لا تنسوا تعملونا سكسكسك برايب. يا أخي أنا ما بعرف أحكي لغة إنجليزية، خلص شيل لي إياها بالمونتاج. لا تنسوا تعملونا اشتراك. شكرا كتير لكم للمتابعة. كان معكم علي نبهان.